هتكلم على العوار التشريعي اللي موجود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهتكلم في مجموعة من النقاط المتعلقة بالعبارات المطاطة والركيكة اللي تضمنها القانون ومشروع القانون وتناقض المواد بعضها البعض. كمان هتكلم على أكتر ضمانات المحاكمة العادلة وغياب الضمانات بشكل كبير جدا، سواء من دور الدفاع ودور المحامين وإفراغ دور المحامين من أدواتهم القانونية وإفراغ دور المحامين من مضمون الدفاع القانوني وقانون المحاماة بشكل خاص. كذلك أنا هتكلم عن الحبس الاحتياطي وأنه مواد الحبس الاحتياطي فيها عوار تشريعي كبير جدا، وخاصة متعلقة بالتعويض، لأنه هو ده اللي كنا بنطالب بيه كمؤسسات حقوقية، أنه لازم يبقى فيه ضمانات حقيقية لموضوع الحبس الاحتياطي المطول والتعويضات القانونية عن الآلاف اللي ضيعوا سنين من عمرهم داخل السجون ثم بعد ذلك تم إثبات براءتهم. ده مجموعة من النقاط اللي هتكلم فيها عن القانون. رأيي في القانون انه القانون كارثي بشكل كبير جدا. القانون ما خدش وقته في النقاش لا الحقوقي ولا السياسي ولا القانوني في صياغاته. صياغاته مطاطية جدا جدا، في مواد متناقضة بعضها، يعني في مواد بتتناقض بعضها بشكل كبير جدا، في مواد فيها شبهة عدم دستورية كبيرة جدا. احنا بنرفض القانون ده جملة وتفصيلا بكل مواده بكل نصوصه، وبنطالب بإعادة صياغته من أول وجديد، وبنطالب يكون في نقاش مجتمعي كبير جدا من حقوقيين وقانونيين لهم خبرة وليهم تاريخ طويل في الصياغات القانونية الصحيحة. لأن احنا للأسف احنا كدولة مفروض يعني وفقا للتشريعات الجديدة والدولة الجديدة اللي بينادي بيها كل النظام الحالي، انه يواكب القانون ده مع جملة الحقوق والحريات اللي احنا عدنا سنين بنطالب بيها. غير انه للأسف القانون ده ما بيعملش اي حاجة غير ان هو بيقنن الوضع السيء اللي احنا فيه واللي احنا بنمر بيه كمحامين وكمجتمع حقوقي. طيب احنا محتاجين اولا ان كل الابواب والاصوات تسمعنا، من اول المجلس القومي لحقوق الانسان، مجلس النائب العام، يعني المؤسسة التشريعية، مجلس النواب والشيوخ، اعضاء البرلمان، السلطة الحاكمة او التنفيذية، السلطة التشريعية، كل السلطات ان هي تسمع وتبتدي تفتح ابوابها لسماع انتقاداتنا على القانون. محتاجين النقابات زي الصحفيين والمحامين والمهندسين وكل النقابات المهنية اللي القانون ده بشكل كبير جدا بيتعاملوا بيه، أو القانون طبعا الفئات المجتمعية كلها القانون ده مباشر في حقهم. فمحتاجين انه احنا يبقى فيه ثورة عارمة على المشروع القانون ده وعدم إصداره بأي شكل من الأشكال.